بحضور الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نظم نادي بعد ظهر اليوم السباق 11 لهذا الموسم والذي أقيم على كأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وكأس سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وكؤوس أنجال سموهما سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة وكأسي إسطبل العاديات ريسينج وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة في الصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قدم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس العاديات للشوط السابع إلى سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة، فيما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس الشوط الخامس من سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة. كما قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، فيما قدم سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة كأس الشوط الثاني إلى حسن مفرح العجمي، وقدم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، فيما قدم سمو الشيخ عبد الله بن راشد بن عيسى الخليفة كأس الشوط الرابع إلى فيصل عادل فليفل. كما قدم سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة كأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة. هذا واشتمل السباق على 7 أشواط.